ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن القداس الإلهي الذي أقامته الرعية المارونية في الأردن احتفالاً بذكرى شفيعهم القديس شربل بحضور عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وجموع غفيرة من المؤمنين. إلى المزيد في التقرير التالي. بمناسبة ذكرى القديس شربل ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن القداس الاحتفالي في كنيسة مار شربل للموارنة في عمان. عاونه فيه كاهن الرعية الجديد المونسنيور غازي الخوري والأب سامر زكنون بمشاركة شياطقة الكنيسة الجدد. حضر القداس أبناء الرعية وحشد كبير من الإخوة المهجرين العراقيين، كما أحيت جوقة الكنيسة الترانيم خلال الصلاة بالليتروجية اللاتينية. بعد الإنجيل المقدس ألقى المطران الشوملي عظة تحدث فيها عن شرب المخلوف الإنسان والكاهن ابن لبنان، قبل أن يعلن البابا يوحنا بولس السادس قداسته في عام 1977، وعن القديس شربل الشفيع الحاضر في حياة الكنيسة وأبنائها. وقال إن الاحتفال بعيد القديس شربل في هذه الظروف الصعبة هو إضاءة شمعة في هذا الظلام الذي يشهده الشرق الأوسط والعالم اليوم بسبب التطرف والإرهاب. ودعا المؤمنين إلى التمثل بالوزنات التي وهبنا إياها السيد المسيح، وكيف نستثمرها ونثمر أعمالا صالحة ومقدسة، لأن الغصن الذي لا يثمر يقطع ويلقى في النار. فيسوع يريدنا أن نستثمر الهبات الروحية التي أعطانا إياها قبل قيامته، وسوف يحاسبنا عليها يوم الدينونة. دعيت هذا المساء للاحتفال مع رعية مار شربل في عمان بالذكرى الشهرية لعيد وطلب شفاعة القديس شربل. أفضل مثال على شخص استثمر مواهب الروح القدس والمواهب الروحية هو القديس شربل، ومن المواهب أيضا أو من الوزنات أيضا هي طلب شفاعة القديسين. جئنا اليوم نطلب شفاعة مار شربل للمصلين، للأردن، للبنان، للسلام في العالم، لأنه مار شربل هو من القديسين على مستوى عالمي، وأيضا هو من كبار قديسين الشرق المسيحي. وفي ختام القداس شكر الأب سامر زكنون سيادة المطران الشوملي على ترأسه الذبيحة الإلهية والاحتفال معهم بذكرى القديس العظيم شربل، كما رحب أيضا بكاهن الرعية الجديد المونسنيور غازي الذي سيستلم رعيته في الأيام القادمة، كما قدم شكره لمكتب فضائية نورسات الأردن على متابعتها الدائمة وتغطياتها المميزة لنشاطات الكنيسة. نحن نشكر الله أكيد بهالذكرى يلي طلبها مار شربل من السيد نهاد الشامي حتى نحتفل بكل 22 شهر بذكرى مار شربل، وتقام الاحتفالات والقداديس بكل أصقاع العالم، كمان بالأردن وبالأراضي المقدسة وبكل محل عم تقام الصلوات والقداديس بذكرى مار شربل. وفرح كبير أنه يشاركونا عدد كبير من المؤمنين، وبالأخص من إخوتنا العراقية يلي إجوا وشاركوا بهالاحتفال. إحنا بنشكر الله علينا ونتمنى أنه ربنا يشيل عنهم هذا الظلم وهذا التعب يلي واجهوا جراء التهجير والنزوح. فنحن بنصلي أكيد مع مار شربل حتى يعم السلام بهالشرق الأوسط، بأردننا الحبيب، بكل هالأماكن يلي عم تتخبط بالحروب. احنا منصلي حتى ربنا يزرع سلامه هو، مش سلام العالم، إنما سلام ربنا في كل العالم. أمين. مساء الخير لكل المشاهدين تالي لوميير ونصات. أنا انتدبت حتى اتسلم مسؤولية رعية مار شربل عمان الأردن كل المملكة الهاشمية، فإذا لأول مرة بيجي على الأردن، ولكن جاي بحماس، جاي بفرح، وجاي بقلب كمان
منفتح للخدمة والرسالة. أكيد الرسول بيكون وين ما كان رسول المسيح، وخصوصا بالأردن، وهيدي الرسالة هي رسالة بتكون لكل العالم، لكل الكنائس، لكل اللي بيجي على الإنسانية وبيحب الإنسانية، لأنه مار شربل كان إنسان لأجل الإنسان لخلاص كل نفس.